شكرا لكم، أنا سعيدة جدا بتواجدي على قناة الأهلي. يعني بداية خليني أبدأ الكلام معاك عن الإنتر، اللي بالمناسبة يمكن وبالصدفة، صدفة سعيدة طبعا، عرفنا إنه نادي غير شعاره النهاردة وتم الإعلان عن الشعار الجديد لإنتر ناسيونالي. بالطبع تغيير الشعار هو أحد أهم الأشياء الاقتصادية الأيام في هذه الأيام. هو دايما يعشق التعاقد والتقاليد الإيطالية المؤخرة، كان يفضل أن يبقى الشعار القديم كما هو. هل تعتقد ده بمثابة إعلان عن أنه الإنتر في بداية عهد جديد أو بداية مرحلة جديدة؟ وإزاي بتشوف خطط الإنتر للمستقبل خصوصا في ظل عودته وبقوة للمشهد وصدارة الكرة الإيطالية مرة تانية؟ بالطبع هي عملية اقتصادية كبيرة من الصينيين بالنسبة للماركت الإيطالي جنرال، وعن عقلية الاقتصادية للصينيين ازاي يقدروا يعملوا ماركت او اقتصاديا. لكن انا افضل دايما مثل زي الجماهير ان احب الاعداد التقليدية واللغة القديمة. طيب لو اتكلمت معاك على تجربة الانترناسيونالي، وانا يمكن كنت بتكلم على مش بس الانتر، بتكلم على الفرق الإيطالية اللي فضلت لسنوات كبيرة جدا بتضم أهم وأكبر نجوم على مستوى العالم. الدوري الإيطالي كان بيعتبر أقوى مسابقة على حساب الدوريات الكبرى كلها، وكان دايما الأندية الإيطالية سواء انترناسيونالي أو إس ميلان أو اليوفي حاضرين بقوة في مشهد وفي المنافسة على البطولات الأوروبية. لسنوات طويلة جدا تغير المشهد ده وشفنا تراجع. من وجهة نظرك يهمني أعرف كانت إيه هي أهم أسباب التراجع ده؟ للأسف آخر 10 سنوات الكرة الإيطالية مرت بالكثير من المشاكل، والدول الثانية بدأت تنمو أكثر من إيطاليا. للأسف في إيطاليا للأسف ما قدروش يكملوا اللي هم بدأوه، خصوصا آخر 10 سنوات. من 89 ل 2006، بعد 2006 بعد ما ايطاليا فازت بكاس العالم، الدنيا اتغيرت في الكره الايطاليه وبدات دول تانية تحل محل ايطاليا. للاسف في مشاكل كتير الكره الايطاليه بتمر بيها، واعتقد ان الايام الجايه ان شاء الله العالم هيتغير وهترجع الكره الايطاليه تحل محلها. للاسف المشاكل اللي مرت بها الكرة الإيطالية والاقتصاد اللي أثر كبير في إيطاليا خلى لعيبة كتير تخرج بره إيطاليا، وده أضعف من قيمة الكرة الإيطالية وخلى دول كتير تحل محل إيطاليا. معظم اللعيبة دلوقتي تفضل ان هي تخرج بره إيطاليا. الدوري الإيطالي بدأ يعاني الفترة الأخيرة لأن الفنيات والتكتيك الإيطالي بدأ يبقى صعب جدا على بعض اللعيبة اللي موجودين في إيطاليا. طيب خليني اتنقل معاك لتجربه الاستثمار الصينيه في انترناسيونالي. هل تتوقع انها تنجح، وهل تتوقع انه يتم ترجمتها لفوز الانترناسيونالي ببطوله الدوري الايطالي الموسم الحالي، ولا تتوقع ان خروج اليوفي والميلان من البطولات الاوروبيه هيصعب الموقف شويه على انترناسيونالي؟ بالنسبة لي طبعا بعد الضخ الكثير من الأموال من الصينيين للاستثمار، لأن لديهم أهداف كبيرة. هم جم عشان يكسبوا دوري أبطال أوروبا، وبدأوا الفترة الأخيرة يضخوا الكثير من الأموال ويجيبوا من اللعيبة الكثيرين الفترة الأخيرة إن هم يقدروا يفوزوا بالدوري الإيطالي والدوري الأوروبي، وهو يعتقد أن الإنتر العام ده هيكسب الدوري الإيطالي متأكد كمان. طب خليني اسالك على مستوى المشاركه الايطاليه على مستوى اوروبا، وانا كنت بتكلم انه في كتير من الاوقات الميلان واليوفي والانتر كانوا حاضرين بقوه ومسيطرين تقريبا على معظم بطولات اوروبا. هل تتوقع انه احنا المشهد ده ممكن يتكرر يعني بشكل او بصوره قريبه، ولا هيحتاج وقت اطول؟
خلينا نتكلم بوضوح ونتكلم بحقيقة، ده هيحتاج وقت كبير عشان الكرة الإيطالية ترجع تتسيد العالم تاني ويرجع الأندية الإيطالية تنافس على البطولات أكتر من الأول. عايزين استثمارات كتيرة في إيطاليا، احنا شايفين بس إن الإنتر هو اللي بيستثمر والميلان الفترة الأخيرة السنين، لكن الكرة الإيطالية عموما محتاجة فلوس كتير عشان ترجع للواجهة تاني. بمناسبة كلامك على الكرة الإيطالية خليني اقف معاك وقفه، لانه الكره الايطاليه قدمت كتير من النجوم على مستوى العالم والفترات طويله وفي اجيال مختلفه، باولو روسي في 82، روبرتو باجيو، ديل بييرو، فرانشيسكو توتي وغيره، انزاجي وغيرهم من النجوم اللي كان ليهم عشاق في كل انحاء العالم. لكن في الفتره الاخيره حتى على مستوى المحترفين الايطاليين في الدوريات الخمسه الكبرى وحتى على مستوى الانديه الايطاليه اللي بقت يمكن نسبه اللاعبين الايطاليين فيها البارزين في الأندية الإيطالية نفسها في مسابقة الدوري الإيطالي مش كبيرة قوي. هل في إيطاليا مشكلة في إيجاد مواهب أو في تقديم جيل جديد من اللاعبين اللي على مستوى مميز؟ في الحقيقة الموضوع في مشاكل كتير. بعض شباب الكرة الإيطالية دلوقتي بدأوا يفضلوا إن هم يخرجوا بره إيطاليا بسبب المشاكل الاقتصادية، ولما بيكون في موهبة طالعة كبيرة زي اللعيبة اللي حضرتك ذكرتها بدأت الوكلاء اللاعبين يسوقوهم خارج أوروبا، خارج إيطاليا مخصوصا، لأن الاقتصاد الإيطالي مأثر كتير. وللأسف كمان العقلية بتاعت الشاب الإيطالي اللي طالع الفترة دي مش نفس العقلية توتي أو باجي أو الناس اللي هي الأخيرة دي، فللأسف التسويق بيلعب دور كبير جدا اللي أضعف من القيمة الإيطالية للاعبين، عشان كده في مشاكل دايما هتواجه المنتخب الإيطالي الفترة الجاية. سينيور فاست، أنا عارف إنك بتدرب حاليا في اليونان، فبالتالي خليني أسألك عن متابعتك للاعبين المصريين، وأنا أعتقد إنك أنت دربت عمرو وردة الفترة، خليني أسألك عن رأيك في عمرو وردة ورأيك كمان في أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس. عمرو وردة أحد أهم اللاعبين في الدوري اليوناني، هو لاعب قوي جدا ورجع لعب لباوك ورجع تاني يلعب في لاريسا، اعتقد ان هو من افضل لاعبين عندنا في الدوري اليوناني. لكن بالنسبه لكوكا، كوكا بيعتبر من افضل المهاجمين المصريين اللي لعبوا في اليونان، وجمهور اولمبياكوس بيعشقه وشخصيته جميله، وهو على المستوى المينتاليتي كلاعب مصري كل اليونانيين فخورين بيه. خليني اسالك انت عن رايك الشخصي، وبما انك انت بتشتغل في مجال التدريب، يعني عموما في افريقيا وخصوصا في مصر جالنا مدربين من مدارس كرويه مختلفه جدا، جالنا من المانيا، من انجلترا، من البرتغال، من اليونان وغيرها الحقيقه كتير جدا، ومن ايطاليا في فتره من فترات اعتقد تارديلي كان موجود عندنا في مصر. لكن على مستوى الانديه المدربين الايطاليين غايبين بشكل عام زي ما قلت عن افريقيا وبشكل خاص عن مصر، تفتكر ليه؟ هل مدرسة التدريب في إيطاليا تختلف شوية عن فكرنا؟ وقال أنت شخصيا ممكن تخوض تجربة التدريب في مصر أو في دول أفريقيا؟ بالطبع الكرة الإيطالية مختلفة وفنيات الكرة الإيطالية مختلفة عن الكرة الأفريقية. نحن نعتمد في خططنا على بعض الأشياء المختلفة بالنسبة للكرة الأفريقية. أتمنى أن المنتخبات الإيطالية، أتمنى أن الجميع يجوا يدربوا في إيطاليا، لكن على المستوى الشخصي أتمنى أن أنا أجي أخوض التجربة في أفريقيا وأخوضها في مصر. مصر بلد جميلة وليكم تاريخ كبير في الكرة، أتمنى أي حد يجي يدرب في مصر وفي الكرة الأفريقية، لكن كفنيات الكرة الإيطالية مختلفة، عشان كده ممكن مدربين إيطاليين كتير ما يفضلوش أن هم يجوا يدربوا الفترة دي. سؤالي الأخير ليك، خليني أسألك عن الثمانية الكبار في دوري أبطال أوروبا، ومن وجهة نظرك مين الفريق الأقرب للوصول لمنصة التتويج في النسخة الحالية من دوري الأبطال؟ الثمان فرق أقوى من بعض. فعلا صعب إن أنا أتوقع. الألمان دايما مفضلين،
الانجليز صعبه، يعني صعبه اتوقع عشان ما اظلمش حد من الفرق، كلهم اقوى من بعض، احنا شايفينه بيفكر يعني يحط البايرن. البايرن، البايرن كل اللي بينسك بايرن موناكو كانديداتو، بايرن بايرن ميونخ ممكن يفوز بالبطوله. بمناسبه البايرن، تابعت مونديال العالم للانديه؟ وهل تابعت ماتشات النادي الاهلي؟ ورايك في تتويجه بالميداليه البرونزيه والمركز الثالث على حساب بطل جنوب امريكا الجنوبيه بالميراس؟ L'Ali era un'ottima squadra, una società molto importante. عظيم ومن افضل الفرق في افريقيا. E come vede la squadra? Io la sento, come vede la Sì, ti ho perso, non ho sentito la domanda, scusa. No, la domanda che hai allora hai sentito il nostro interlocutore praticamente Sì, ha fatto Sì, ho visto, dicevo che era un'ottima squadra, ha fatto l'Ahli فريق عظيم. عمل بطولة جيدة جدا، أقنع العالم خصوصا قدام البايرن ميونخ، ومش جديد على الأهلي لأنه كان فاز قبل كده بالمركز الثالث في اليابان. مظبوط. من أكثر الأشياء اللي أعرفها عن الأهلي إن أكبر قاعدة جماهيرية في أفريقيا، ويتمنى التوفيق دائما إن هو وهو متابع للكرة المصرية وعارف إن الأهلي الفترة دي من أفضل الفرق، واخد الدوري أكثر من مرة، ويتمنى ان هو يفوز بالافريقيا البطوله العاشره. بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى مشاركتك معنا على شاشه النادي الاهلي في السادسه. شكرا جانلوكا فيستا نجم انترناسيونالي الايطالي.